بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 3/4/2012، احنا منطقة خمسة القديمة، وراح ندخل الآن على أحياء خمسة القديمة اللي انقصت منازلها بهجمات الصواريخ والصواريخ الحرارية وقذائف الهاوين. راح نشوف راح يصير معنا. 3/4/2012 نحن بمنطقة خمسة القديمة وتحديدا بحي الصفصافي. طبعا مثل ما احنا شايفين الدمار اللي حل علينا، صرنا عم نقصف ومحاصرين لمدة 24 يوم. نفرجيكم هذا الدمار، طلع شرطان الكهرباء، هاي اسلاك الكهرباء اللي كانت تودي الكهرباء للمنازل للاهالي، كلها تدمر، كلها قصف صار بالشوارع. طبعا هذا المنزل قصف بالكامل، مو بعد من طارق قصف بالصواريخ حراريه. 3/4/2012 نحن بمنطقه خمسة القديمه وتحديدا بمنطقه الصفصافي، هذا الحي الصفصافي اللي تدمر بالكامل، اللي تهجرت اهاليه اللي كانت ساكنه ببيوتها بسبب القصف العشوائي. ما في منزل الا ما انقصف، ما في محل الا ما تدمر، ما في سياره ملك خاص الاهل الا ما احترقت. شوفوا الدمار اللي حل فينا بسبب قذائف الهاون وراجمات الصواريخ والصواريخ الحراريه. لم يبقى حجر على حجر، لم يبقى حجر على حجر بهذه المنطقه بالذات بسبب التهجير العرقي الذي يستخدمه هذا النظام. احتلال اسدي، هذا النظام التصعيد العسكري بدأ باحتلال أسدي، احتلال الأحياء، تهجير الناس من منازلها. هاي مدرسة إشبيلية، هاي المدرسة شو ذنبها لتنقصف؟ طب هاي المدرسة ما لها طلاب للأطفال، هاي المدرسة كنا حاطين قلبها لاجئين، ناس تهجرت من منطقة كرم الزيتون ودب الجندلة والعدوية وعشيري، خبيناهم بالمدارس بالملاجئ بسبب تهجيرهم بالقصف والدمار والقتل والذبح الأطفال والنساء. ها هي حياتنا اللي عايشينها نحن. شوفوا قام قذيفة هاون، قام صاروخ حراري سقطت على هاي المدرسة بس ليهجر الناس من المدرسة، يعني شيء لا يصدق الذي يحدث. وين نروح بناتنا بأطفالنا بنسائنا؟ وين نروح فيهم؟ انظروا ماذا حل بنا، شوفوا وش الدمار اللي صار فينا. ها هي الحرية والديمقراطية اللي بيحكي عنها بشار أسد، ها هي عمليات قتل الناس، مجازر جماعية، ها هي إصلاحات روسيا، تبعت له سلاح لتقتل شعبه بتقول له أصلح شعبه، وها هي الإصلاحات اللي عنا. تخرجوا. 3/4/2012 احنا بمنطقة خمسة القديمة وتحديدا بشارع بستان الديوان الرئيسي، اللي منازل تهدمت فوق رؤوس أهاليها، اللي النظام الأسدي عم يقتلنا براجمات صواريخ وقذائف الهاون وصواريخ حراريه، اللي عم يهجم ناس من بيوتها. الحمد لله رب العالمين، ما بقى بيت الا ما تدمر، ما بقى بيت الا ما قصف، ما بقى منزل الا ما اجتاحوا بالنظام الاسدي. شوفوا المحلات التجاريه شو صار فيها، يا الله. شوفوا يا اهل الشام يا اهل حلب، هاي البنايات كلها تدمرت، اهاليها كلها تهجرت من منازلها. هاي هذا خراب، هذا ما اسمه خراب. شوفوا الشوارع شو متدمره، ما في بيت الا ما انقصف، ما في منزل الا ما تدمر، ما في محل الا ما اشتعل. يا اهل الشام يا اهل حلب، تفرجوا محلاتنا شو عم يصير فيها. يا اهل النخوه، يا اهل الشرف والكرامه، الدمار اللي حل فينا بهذا النظام، النظام القاتل المجرم الدكتاتوري اللي عم يهجر الناس بجنودها بالقوه بسلاح الايد. حتى هذا المنزل عربي، هاي منزل عربي اثار، منزل قديم، طلع شو صار بهذا المنزل. هجر الناس من بيتها، هاي الناس ما بقلبوا اطفال، ما بقلبوا نساء، ما بقلبوا عجز، عادي عم تتدارى تحت هالمنازل. هذا منزل عربي تدمر، منزل عربي تدمر ليش؟ بس لان الناس عم يطلعوا مظاهرات، بس لانه طالبنا بالحريه الديمقراطيه. هاي هي الحريه الديمقراطيه عند الشارع الاسود، ما في شارع الا ما انقصف، ما في شارع فرع الا ما تدمر. بدون ما احكي لك الفروج للدمار اللي حل فينا، وين نروح بأهالينا بأطفالنا بنسان؟ وين نروح نخبيهم؟ ما تم شيء إلا ما انقصف، ما في حارة إلا ما تهجرت من بيوتها. اليوم 3/4/2012 نحن بمنطقة خمسة القديمة وتحديدا بحي بارو دريد. شوفوا حي بارو دريد شلون تمت الكامل، المنازل تقصف، راجمات الصواريخ، المحلات التجارية تدمرت، السيارات تدمرت، الأهالي تهجرت من منازلها، تهجير صرنا 24 يوم عم ننقصف، عم يهجرون من منازلنا، تطلع الدمار اللي حل فينا. تفرجوا يا أهل الشام يا أهل حلب، تفرجوا يا أهل النخوي يا أهل الكرامي يا أهل الشرف، تفرجوا شو عم يحل فينا.
نحن ما لنا اخوي، نحن ما لنا ايد واحده يا مسلمين يا علماء الاسلام، نحن ما لنا ايد واحده. طلع انت ما بيحلفينا هذا الجامع شو ذنبه؟ 3/4/2012 احنا منطقة خمس القديمة وتحديدا بحي باب هود، هذا حي باب هود اللي كله بيوت عربية، آثار عربية، آثار أجدادنا دمرت وخطفت براجمات صواريخ، بقذائف الهاون، بصواريخ حرارية مثل المطر، شيء لا يصدق اللي يحل بنا. انظر شارع ما في بيت إلا ما تدمر، ما في منزل إلا ما انخطف، ما في محل إلا ما شعل النيران فيه، عم يهجروا الناس من بيوتها. النظام الأسدي عم يهجر الناس من بيوتها عشان يحتل الأحياء، صار محتل 15 حي بحمص القديمة وباقي أحياء حمص، 15 حي وعم يقعد بقلبها شبيحة إيرانية، عم يقعد بقلبها أمن، عم يهججنا من بيوتنا، عم يهجج أهالي حمص القديمة من منازلها، بده يحتل منازلنا، بده يحتل بيوتنا. صرنا 24 يوم عم ننقصف هذا المنزل العربي، منزل عربي. طلع حجر صوان، هذا حجر صوان آثار أجدادنا، يعني شو بقلب هاي حجر الصوان؟ معقول بقلب دبابة ولا بقلب طيارة؟ شو بقلب هاي البيوت عم تنخصف عم تتدمر؟ تهجير للناس، تهجير لأحيائنا، ما بدهم إيانا نقعد بحمص، بدهم يهجرونا من حمص، بدهم يهجرونا من كافة أحياء حمص. اليوم بال3/4/2012 نحن بمنطقة حمص القديمة تحديدا بحي الصفصافي، هذا حي الصفصافي انخصف بكامله وتهجرت أهالي من الداخل، أصبح خالي من السكان، لا يوجد سوى اقتحام الحي لدخول الشبيحة، والحمد لله رب العالمين نحن لا يوجد أحد يحمينا بهذه المنطقة غير رب العالمين. شوف قذائف الهاون تتساقط على المنازل، شوف شلون اشتعل المنزل بأكمله، وشرطان الكهرباء صارت بيناتنا، نمشي من بينات شرطان الكهرباء، شوف السيارة شلون احترقت، هاي سيارة خاصة للزلمة يعني عنده أطفال عنده نساء، أنا عايش أهالي بالسيارة عم يطلع يعيش، شوف الدمار اللي حل فينا. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك.